نحو حياة صحية للأفراد وخاصة للشباب، بدأت الدورة العربية بالشراكة بين وزارة الشباب وجامعة الدول العربية لوضع أسس تهدف إلى تطوير النمط الحياتي لشباب المستقبل. أهمية هذه الدورة واختيارنا هذا الموضوع كانت لما نلمس من دور للرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية وخصوصا لدى الشباب، لما لمسناه أيضا من ضرورة إعادة الرياضة ومفهوم الرياضة بين جيل الشباب، لأنه هذا بيوفر علينا لاحقا في بالفاتورة الصحية. احنا في جامعة الدول العربية بنكون حريصين دائما أنه ننظم دورات تهم حياة الشباب وتؤثر في حياتهم. هذه الدورة من الدورات المهمة جدا اللي بتنظمها جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشباب بالمملكة الأردنية الهاشمية، اللي أعتقد أن هي بتؤثر في مش بس في الشباب إنما في كافة أطياف المجتمع. مشاركة شبابية عربية حرصت على تقديم مقترحاتهم في ورشات العمل للمرحلة المقبلة، خاصة بعد انتشار الأمراض وارتفاع نسب المدخنين خلال السنوات الماضية. دور الرياضة حاجة مهمة جدا في اليوم للفرد، يعني حتى شفنا في العروض التقديمية فرق في الرياضة لما الإنسان يمارسها من وهو صغير لما يكبر بيوصل لإيه. فمع الأكل الصحي طبعا، لأن الأمراض اللي انتشرت دلوقتي زي السكر والكوليسترول والحاجات دي كتير شباب صغير دلوقتي بيعاني منها، فطبعا كل ده بيفرق مع النظام المتوازن ومع ممارسة الرياضة. مؤتمر يسعى إلى تغيير النهج الحياتي لدى الأفراد بطريقة صحية، وآمال بأن تكون هذه الدورة بداية لحياة أفضل وتحسين للواقع. العقل السليم في الجسم السليم، حكمة هي اليوم مصدر تنشئة الشباب نحو حياة صحية ومستقبل واعد. من عمان آية السيد، هنا القاهرة عاصمة الخبر.